الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. كالعاده هتكون حلقه مهمه، بالتحديد حلقه كل خميس بيبقى ضيفنا العزيز الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي للاهرام، وده هيكون في الجزء الثاني من حلقه اليوم. اخبارنا كالعاده متنوعه فيما يتعلق باخر الجوانب والاخبار المحليه واخر الاخبار العالميه، والاهم بالنسبه لنا كلنا خلال هذه الفتره اخبار النادي الاهلي المقبل على تحديات غايه في الاهميه، سواء فيما يتعلق ببطوله دوري ابطال افريقيا وذهاب دور ال 32 امام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه، او كمان فيما يتعلق ما بعد هذه المباراه، مباراه السوبر امام الزمالك، تخش بقى على الدوري، مباراه الاياب مع فريق كانو سبورت، تحديات كتير. إن شاء الله رجالة النادي الأهلي والجهاز الفني قد كل هذه التحديات لجمهور النادي الأهلي اللي أكيد رقم واحد واللي إن شاء الله يكون في ظهر فرقته دايما خلال الفترة القادمة الهامة جدا. عندنا كلام كتير جدا وتفاصيل كتير قوي، بس نروح الأول نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة اليوم. يلا الأهلي واصل الاستعداد في غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت. عبد الحفيظ يزور مقر الاتحاد الغيني. انضمام أزارو ومعلول للأهلي في غينيا الاستوائية. الأهلي وسموحة في افتتاح الدوري ومباراة القمة في الجولة الرابعة. الجبلية تحدد موعد الإعلان عن ملاعب الدوري. صلاح أفضل لاعب بليفربول في شهر أغسطس. ميسي لا يمانع الاجتماع بالبرتغالي رونالدو. في الحقيقه الاخبار كلها مهمه جدا، سواء فيما يتعلق بقرعه الدوري للنهارده، اخيرا كان في قرعه لبطوله الدوري واسفرت عن المواجهه الاولى للنادي الاهلي بالتحديد، وده اللي يهمنا طبعا. مباراه الاهلي الاولى هتكون امام فريق سموحه، مباراه وبدايه هتبقى قويه وصعبه في نفس الوقت، فريق قوي، ودي لقطات طبعا من قرعه اليوم وانخص بطوله الدوري الممتاز اللي كانت احد الفنادق الكبرى بالقاهره. وفي الحقيقه النظام كان جيد جدا جدا، واحنا مش دايما بنحب ان احنا ننتقد، لا، لما نشوف حاجه حلوه حاجه كويسه طبعا. مندوب النادي الاهلي كان موجود هناك ومندوبي كل الانديه، لما في حاجه حلوه لازم نقول عليها، لا، الشغل كويس، النظام اكثر من رائع، حسام الزناتي عمل تقديمه كويسه للمؤتمر اللي هو قدامنا في الصوره، ده رئيس لجنه المسابقات الجديد، الامور واضحه شويه، القرعه مش موجهه وده اهم شيء. الاهلي هيلاعب الزمالك، تخيل، في الاسبوع الرابع. قبل كده خلال السنوات الكثيره اللي فاتت الاهلي والزمالك في اخر كل دور، مع اخر كل دور هي اخر مباراه اهلي والزمالك، لكن اخيرا اخيرا هنشوف مباراه الاهلي والزمالك زي ما القرعه بتقول في الاسبوع الرابع، او كانت ممكن تبقى في السادس السابع الثامن، اي كان، المهم ان هي مش موجهه، مش متحدد لها ميعاد، وده هيزيد من الاثاره في بطوله الدوري. هنشوف مين الفريق اللي يقدر يعطل الثاني مع بدايه البطوله، وده هيفرق كتير جدا في استكمال المشوار، ودايما نتمنى النادي الاهلي هو اللي يعطل ان شاء الله نادي الزمالك في الاسبوع الرابع من بطوله الدوري. الاهم طبعا الاهم التحدي اللي جاي، دوري ابطال افريقيا، سوبر، بدايه الدوري، انطلاقه تكون قويه ان شاء الله، مليئه بالبطولات ومليئه بالانتصارات الهامه اللي هتوديك ان شاء الله وتحقق لك كل البطولات اللي بيتمناها جمهور النادي الاهلي. عندي تفاصيل كتيره بعد الفاصل هنتكلم فيها. يلا عايز اكمل الكلام على قرعه بطوله الدوري النهارده، واخيرا خلاص بقى في قرعه لبطوله الدوري، والاهم ان تم تحديد ميعاد انطلاق البطوله بشكل رسمي. ميعاد الانطلاق هيكون يوم 21 من الشهر الجاري، 21 سبتمبر،
أول مباراة في بطولة الدوري. لسه التفاصيل هيتم الإعلان عنها زي ما قالوا كده النهاردة خلال 48 ساعة، كل التفاصيل مواعيد المباريات، الساعة كام، مين هيلعب يوم كذا ويوم كذا، يعني يوم 21 ده مش عارف هيبقى يوم موافق يوم إيه، لكن في العموم أعتقد هيبقى يوم سبت. ففي العموم هيبقى في ماتشات يوم السبت وارد يبقى في ماتشات يوم الاحد، لسه كل الحاجات دي والتفاصيل دي هيعلنوا عنها خلال يومين. كمان موقف الفرق، وده مهم قوي، موقف الفرق اللي هتشارك في بطولات الافريقيه سواء دوري ابطال افريقيا فيما يتعلق بالاهلي والزمالك او الكونفدراليه فيما يتعلق ببيراميدز والمصري. النهارده حسام الزناتي قال ان الانديه الافريقيه او الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه هيبقى ليهم لو هيلعبوا داخل مصر هيبقى ليهم 3 ايام راحة قبل المباراة وثلاث أيام راحة بعد المباراة، لو هتلعب خارج مصر هيبقى 4 أيام راحة قبل المباراة و4 أيام بعد المباراة، لكن كمان لو وصلت لدور قبل النهائي أو النهائي هيبقى ليك 5 أيام لو هتلعب في مصر قبل المباراة وبعد المباراة، ولو هتلعب خارج مصر 6 أيام قبل وبعد المباراة. حلو قوي إن احنا نقول النظام هيبقى ماشي إزاي عشان يبقى الأمور إيه واضحة للجميع، ما يجيش واحد يقولك لا انا عندي ماتش افريقي مهم 3 أيام مش كفايه، حتى لو هيلعب في القاهره او حتى لو هيلعب في مصر، يعني 3 أيام مش كفايه انا عايز اكتر من كده. والكلام اللي حضراتكم طبعا شفتوه وزهقتوا منه اكيد على مدار الموسم اللي فات. فالنظام حلو ولما يكون في نظام لازم نشيد بيه في الحقيقه، فكويس قوي ان تم الاعلان على كل هذه الامور عشان ما حدش يرجع يتكلم يقول ايه احنا عايزين 4 أو 5 6 أيام قبل اي مباراه وكلام من ده. نتمنى كمان هما زي ما قالوا ان خلاص الدوري هيبتدي 21 سبتمبر يخلص في شهر مايو شهر 5 والمواعيد كلها هيتم الاعلان عنها خلال يومين. نتمنى ان شاء الله النظام يكون واضح ويبقى فيه سيستم ماشي عليه الدوري من البدايه لحد النهايه، المؤجلات تبقى في اضيق الحدود، اضيق الحدود لو لا قدر الله في حاجه جامده قوي يعني. غير كده عايزين بقى ننبسط بالدوري، حسام بقى لما الجمهور يرجع باذن الله ويحضر الماتشات، كل جمهور الكره المصريه الكل يحضر ويشجع ويآزر فريقه فقط دون التطرق لأي فريق آخر أو دون التطرق لأي جماهير أخرى، لأن ده هيضفي متعة مميزة وكنا شفناها زمان قوي في الدوري على المباريات بشكل عام. كل التوفيق للاتحاد المصري لكرة القدم وكل التوفيق للأندية المصرية، والأهم طبعا التوفيق يبقى أكبر وأكبر ويكون حليف النادي الأهلي بكل تأكيد. عايز اروح بقى للنادي الاهلي واخبار كتيره وخلاص. بعد بكره المباراه، مباراه الاهلي وكانو سبورت ذهاب دور 32، مباراه غايه في الاهميه، بدايه وانطلاقه هتكون مهمه قوي لمستر فايلر المدير الفني الجديد وايضا اللاعبين ان شاء الله في اطار العديد والعديد من المباريات المتتاليه. بعض الاخبار الخاصه بالفريق، ان خلاص ديانج وجرالدو النهارده الصبح لحقوا بالبعثه وانضموا لبعثه النادي الاهلي. بالمناسبه مباراة الأهلي وكانو سبورت هي الساعة 5 بتوقيت غينيا، الساعة 6 بتوقيت القاهرة. المباراة الساعة 6 بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى. فبالتالي خلاص أليو ديانج وجيرالدو بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم انضموا للبعثة مباشرة اليوم وهيخوضوا التدريبات بشكل طبيعي، التدريبات تقريبا في هذه اللحظات يعني بشكل طبيعي مع الفريق. امبارح كان طبعا سبقهم امبارح بالليل الساعه 11 او 12 كده كل من علي معلول ووليد ازارو. اذا القايمه مكتمله فيما عدا رامي ربيعه اللي موجود هنا في القاهره وبيعمل بعض التدريبات العلاجيه والتاهيليه الخاصه بيه بعد اصابته في العضله الخلفيه. اذا مستر فايلر معاه 25 لاعب متاح لمباراه كانو سبورت، يتبقى الاختيار من قبل مستر فايلر وجهازه المعاون. عايز اتطرق كمان لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ واللي اتكلم على ان البدايه قويه في الدوري بعد القرعه النهارده وتعليقه على القرعه ايه، وقال كمان تركيزنا الان على كانو سبورت. كابتن سيد عبد الحفيظ علق على القرعه وقال ان المباريات قويه وتتضمن مواجهات صعبه في بدايه المسابقه. خليني اقول لحضراتكم بدايه المسابقه بالنسبه للنادي الاهلي، احنا عندنا مباراه سموحه بعد كده في الاسبوع الثاني، مباراه سموحه هي الاهلي وسموحه هتبقى المباراه بتاعه سموحه يعني في الغالب هتبقى طبعا في الاسكندريه، الملاعب لسه كمان هتتحدد خلال الفتره اللي جايه. الاسبوع الثاني هيبقى عندنا الانتاج الحربي، الاهلي والانتاج الحربي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، ده الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني الاهلي والانتاج الحربي، الاسبوع الثالث اسوان والاهلي، الاسبوع الرابع اهلي وزمالك، الاسبوع الخامس مباراه صعبه جدا كمان مع الجونه في الجونه، والاسبوع السادس مباراه كمان هتبقى صعبه مع المصري البورسعيدي.
الاسبوع السادس قلنا عليه طبعا مع المصري، الاسبوع السابع وادي دجله والاهلي، مباراه وادي دجله، الاسبوع الثامن الاهلي وحرس الحدود، الاسبوع التاسع الاسماعيلي والاهلي طبعا مباراه قمه ايضا، والاسبوع العاشر الاهلي والاتحاد السكندري، مباراه طبعا قمه ومباراه صعبه، اي مباراه جماهيريه تبقى مباراه صعبه. المقصه في ثوبه الجديد مع احمد حسام ميدو، ده لو طبعا المدربين فضلوا لحد الاسبوع ال 11 كده، نتمنى ان يبقى في استقرار في الانديه بالمناسبه. فالمقصه والاهلي هيبقى في الاسبوع ال 11، الاسبوع ال 12 الاهلي واف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز. الاسبوع الثالث عشر الاهلي وطنطا، الاسبوع ال 14 المقاولين والاهلي، الاسبوع ال 15 الاهلي وانبي، وال 16 بيراميدز والاهلي، طبعا مباراه ايضا بتبقى مباريات كبيره. والاسبوع السابع عشر الاهلي وطلائع الجيش، الاهلي هيختم الدور الاول بطلائع الجيش ويختم الدور الثاني ايضا بطلائع الجيش. بالمناسبه بمناسبه يعني موضوع المدربين ده، كان نفسنا ان يبقى في بند في اللائحه، ما اعرفش اللائحه اصلا تم تكوينها وخلصت بشكل كامل ولا الامور ماشيه زي لحد دلوقتي، برضه اكيد هيعلنوا خلال الايام القليله المقبله، بس البند فيما يتعلق بالمدربين، إنه مفيش مدير فني يمسك أكتر من فرقتين في الموسم، زي ما اللعيب ما ينفعش يلعب في أكتر من فرقتين في الموسم سواء جوه مصر أو خارج مصر. فدي برضه هتبقى بقية مهمة وهتخلي الأندية تتمسك نسبياً بمدربيها، وهيبقى في استقرار، الاستقرار ده هيعود على الجانب الفني، لما اللعيب يبقى عارف إن المدرب ده مكمل معايا مش هيمشي، غير يعني لو مش هيبقى هيتغير عليا مدرب واحد بس. فبالتالي اللعيب هيبقى مركز بشكل أكبر، هيحاول يطلع كل اللي عنده عشان يثبت وجوده مع المدير الفني المتواجد، فالاستقرار ده ايضا هيدي متعه للدوري بشكل عام. لكن عموما هنشوف هل البند ده هيبقى موجود ولا لا، على غرار طبعا ايطاليا مثلا. ايطاليا المدرب ما ينفعش يمسك اكتر من فرقتين في الموسم الواحد، في الحقيقه تبقى جزئيه مهمه جدا. عايز ارجع لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقال بعد طبعا قرعه الدوري، قال طبعا قرعه صعبه ومباريات كلها اكيد مهمه وقويه، لكن في نفس الوقت احنا مركزين جدا في مباراه كانو سبورت، وده الهدف الاول بالنسبه لنا، وبعد ما نخلص المباراه دي هنرجع لمباراه الزمالك. بالمناسبه مباراه الزمالك يوم 19 او يوم 20 برضو لسه ما اعلنوش عن ميعاد المباراه، المفروض برضو خلال ال 48 ساعه اللي جايين يقولوا ميعاد المباراه بشكل نهائي هيبقى امتى. كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان المواجهه الافريقيه هي الاهم ويعقبها مباراه السوبر المحلي زي ما اتكلمنا، وجميع مواجهات الاهلي مهمه ونحن تعودنا على السير خطوه بخطوه، وده الاهم، وده سيستم وتفكير النادي الاهلي دائما، والتفكير في كل مباراه على حده، والجهاز الفني واللاعبون على واللاعبون كل تفكيرهم الان على مباراه كانو سبورت في دوري ابطال افريقيا. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه الفتره المقبله، وان شاء الله يكون موفق في الفوز بمختلف المباريات. طيب فيما يتعلق بفريق النادي الاهلي والتدريبات، تدريب خلال هذه اللحظات، عايز اكد على ان خلاص مفيش مران على ملعب نجيل صناعي. النادي الاهلي النهارده بيتمرن على الملعب اللي هيستضيف المباراه بعد غد ان شاء الله، وهو بالمناسبه الملعب الوحيد المتواجد في العاصمه من نجيل طبيعي. امبارح دي تدريبات للنادي الاهلي كان في مقر الاقامه، دي الحديقه بتاعه الفندق، وبالمناسبه الحديقه يعني تنفع للتدريبات الاستشفائيه اللي عملها الفريق امبارح بعد رحله شاقه ومتعبه من مصر لغينيا. فبالتالي النهارده المران على الملعب اللي هيستضيف المباراه، والملعب الوحيد زي ما قلت لحضراتكم هناك في غينيا او بالتحديد في العاصمه اللي ارضيته من نجيل طبيعي. فبالتالي بعد التنسيق ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي مع مسؤولي كانو سبورت، سمحوا ليهم ووافقوا على ان النادي الاهلي يتمرن مرتين على الملعب اللي هيستضيف مباراه بعد غد. اذا النادي الاهلي عنده مباراه اليوم، عنده عفوا تدريب اليوم على ملعب المباراه، وتدريب غد ايضا على ملعب المباراه، وده شيء يعتبر ايجابي عشان اللاعبين يتعودوا على ارضيه الملعب بشكل اكبر، وخصوصا ان انت كان الاختيار الوحيد عندك انك تتمرن على نجيل صناعي، وملاعب هناك كتير قوي نجيل صناعي، فما كنتش هتستفاد بالشكل المطلوب، فكويس يعني دي حاجه كويسه ان احنا في الاخر هنلعب هنتمرن تدريبين تدريبين النادي الاهلي هناك الرئيسيين على ملعب نجيل طبيعي. ماشيه بشكل كويس، الاستعدادات كلها كويسه، ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه البدايه. خلينا نروح بقى لاهم اخبار الاهلي في الصحف، وفي عناوين كتير جدا جدا عن الاهلي في مختلف الجرايد وكمان في مختلف المواقع، بس نبتدي بالجرايد الاول، يلا بينا. الاخبار، الاهلي الحقيقي يظهر في ملعبه، القوى الضاربه تكتمل اليوم،
وفايلر يبحث عن غنوة عيد الميلاد. الأهرام، فايلر يطالب بحسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي مبكراً أمام كانو سبورت. المدير الفني للاعبين: أثق في قدراتكم رغم صعوبة الرحلة واختلاف الأجواء. الأخبار المسائي، الأهلي يحارب الرطوبة، الفريق كامل العدد بانضمام رباعي الدولي وبرنامج خاص للتغلب على الإجهاد. المساء، الأهلي خائف من تقلبات الجو في غينيا، اللاعبون اصطحبوا أحذية المطر بعد تحذيرات السفارة. الجمهورية، قبل مواجهة كانو سبورت الضغوط تحاصر فايلر ورسالة مهمة لأزارو. الشروق، تعديلات طفيفة في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت، الخطيب يرفض رحيل الشناوي ويؤجل مناقشة العروض حتى انتهاء بطولة إفريقيا. المصري اليوم، فايلر يستبعد جيرالدو وديانج من واجهة كانو سبورت، الأهلي يؤدي مرانه الرئيسي على الترتان، برنامج تأهيلي خاص لمعلول وأزارو، وعاشور يتعافى من الإصابة. الدستور، وليد سليمان يتحفظ على تدريب الترتان خوفا من تكرار إصابة الركبة، فايلر يتجه للاستعانة بمتولي وفتحي وأفشى أمام كانو سبورت، وإعارة الغزال للطلائع مع انتقاله للصفاقسي الموسم المقبل. الوفد، النجيل الصناعي صداع في رأس فايلر، الأهلي يطمئن على جاهزية الشناوي وعاشور، والإيبولا تفجر مخاوف الجهاز الطبي. الوطن، تدريبات سرية للأهلي في غينيا الاستوائية وإرشادات طبية خوفا من الأمراض. روزل يوسف، الأهلي يطلب فتوى من ألمانيا بسبب سعد ومحمد، فايلر يظهر الوجه الآخر في مران الفريق قبل مواجهة كانو سبورت. طيب، بالمناسبة الجرايد بالتحديد بتبقى الطبعة قديمة شوية، بيبقى فيه أخبار حديثة نزلت بعد هذه الأخبار، فعشان كده في بعض العناوين قريتوها معانا وتابعتوها معانا كانت بتتكلم على إن النادي الأهلي هيتمرن على ترتان. لا، الموضوع ده خلاص، الأهلي مش هيتمرن على ملعب ترتان، وهيتمرن على الاستاد اللي هيستضيف المباراة اللي مكون من نجيل طبيعي. نبتدي بجريدة الأخبار واللي بتتكلم عن النادي الأهلي النهاردة، بتقول إيه؟ بتقول الأهلي الحقيقي يظهر فيه ملكه، القوة الضاربة تكتمل اليوم، وفايلر يبحث عن غنوة عيد الميلاد. طيب، الأهلي الحقيقي طبعا احنا منتظرين نشوف أداء جيد ونتيجة، وده الأهم بإذن الله مع جهاز فني جديد. البداية مش شرط تكون بالشكل اللي احنا نتمناه أو نتوقعه، لكن بإذن الله هيكون في مؤشرات إيجابية بإذن الله للجهاز الفني الجديد وللفريق خلال الفترة القادمة كلها، ونشوف تطور وتدرج في الأداء المرتفع بالنسبة للنادي الأهلي. قوة ضاربة تكتمل بعد وصول طبعا المحترفين ولاعبي المنتخبات المختلفة، وفايلر يبحث عن غنوة عيد ميلاد. هم قصدهم هنا إيه؟ إن عيد ميلاد فايلر زي ما هو أعلن في المؤتمر الصحفي هيبقى يوم المباراة بعد بكرة. بنقول له كل سنة وهو طيب، وإن شاء الله نتمنى تكون أو يكون عيد ميلاد ليه بالنسبة له جيد ومفرح بفوز النادي الأهلي في هذه المباراة، وعلى أقل تقدير التعادل، ففي ترقب لمباراة يوم السبت بإذن الله، وإن شاء الله يكون الأهلي موفق. نروح للأهرام، فايلر يطالب بحسم التأهل لدور المجموعات الأفريقي مبكرا أمام كانو سبورت، وإحنا أكيد بنتمنى كلام ده لأن هيريح شوية قبل مباراة العودة، وخصوصا في ظل أن أنت عندك في النص كده مباراة الزمالك في الدوري، فعايز تشيل من دماغك حاجة أو مهمة من المهام اللي كلها قدامك يعني. المدير الفني للاعبين: أثق في قدراتكم رغم صعوبة الرحلة واختلاف الأجواء. وده تعامل نفسي مهم قوي من مستر فايلر مع اللاعبين، والجزء النفسي ده دايما بيبقى غاية في الأهمية من قبل المدير الفني في تعامله مع اللاعبين. طيب، عشان نقرب من المشهد بشكل أكبر، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي والمرافق لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية. يا شريف، مساء الفل عليك، طمنا الأخبار عندك إيه؟
شكرا لك يا زميل محمد، حياتي ليك وحياتي لكل مشاهدي القناه. زميلك امير مش محمد. الان يمكن في ملعب المؤهله تقوم عليه المباراه، الاهلي بيجري اول تمرين عليه النهارده باذن الله، يكون في تمرين او الان التمرين فاتت بالفعل، والنهارده بكره باذن الله يمكن الكابتن رفيق والشطاره بتاعه القصه الاداريه هنا في النادي الاهلي تواصلوا مع الاتحاد الغيني وطبعا شركه المواليد العرب اللي بتقوم بمجهود جبار جدا، وقدروا يخلوا ياخدوا موافقه ان الاهلي يتمرن النهارده وبكره على ملعب مباراه، وفعلا احنا موجودين الان في ملعب مباراه، ملعب يمكن يعني شوف الشكل الجمالي، الجبال حواليه حاجه جنة الله على الارض يعني زي ما بيقولوا، حاجه ما شاء الله. الاستاد الارضيه مستويه، ولكن نوع النجيله غريب شويه، يمكن نوع النجيله يعني مش نجيله، هي نجيله طبيعيه بس يعني غريبه، يمكن يعني ايه يعني ايه شيف غريبه يعني مش نجيله اللي احنا بنشوفها العاديه، يعني انا شفت النجيله دي قبل كده من سنه في الملعب الزرقاء في مصر. نجيله تخينه شويه، يعني هي متساويه والارض متساويه وكل حاجه، ما فيهاش نقر، ما فيهاش حفرات، لكن نوع النجيله غريب يعني. يعني هل 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 في هل في شكوى يا شريف من الجهاز الفني او اللاعبين بخصوص ارضيه الملعب؟ لسه هم لسه نازلين النهارده، لسه اول تمرين، بداوا يعملوا الاحماء وبداوا يلفوا حوالين الملعب، فلسه هيبان بقى بعد التمرين بقى اذا كان في شكوى ولا لا، بس طبعا لعيبه النادي الاهلي متعودين على هذه الاجواء، ولكن الملعب يبان من بره شكله عالمي، هو فعلا شكله عالمي، ولكن النجيله نوعها مختلف خالص عن النجيله الطبيعيه اللي موجوده في اي بلد، نجيله غريبه خالص، ولكن الملعب مقبول الى حد ما، طبعا المناظر الطبيعيه حوالين الملعب حاجه روعه الروعه يعني. بدات الجماهير تحضر وتشوف تمرين النادي الاهلي، يمكن شاف حوالي 500 متفرج من غينيا، عدد كبير طبعا هم بيشجعوا النادي الاهلي، النادي الاهلي شعبته كبيره هنا في غينيا، فمش حاجه مش جديده على النادي الاهلي في الوطن العربي والافريقي كله يعني، يمكن الاهلي شهرته معديه العالم العربي كله والافريقي طبعا يعني. خليني اقول لك النهارده يوم الاهلي كان الساعه 8 الصبح او 8 ونص بالتحديد كان الفطار، والساعه 1 الظهر كان الغداء، الساعه 4 كان في محاضره يمكن مش متغيره رواق الجهاز، قعدوا مع اللاعبين في محاضره حوالي نصف ساعه علشان خاطر يتكلموا عن مباراه اليوم السبت، التركيز فقط في مباراه يوم السبت، ما حدش يتكلم خالص غير في مباراه يوم السبت. يمكن بعد هذه المحاضره توجهنا يمكن الى ملعب المباراه، يمكن الملعب حوالي من الفندق الى الملعب حوالي 10 دقائق او 11 دقيقه بالتحديد، الشوارع فاضيه خالص، ما فيش زحمه مرور خالص، الجو هنا بقى رطوبة عالية جدا بالنهار، بيبقى فيه أمطار وفي نفس الوقت الجو حر، ولكن على الساعة 5 اللي هيبقى في ميعاد المباراة، 5 توقيت غينيا 6 توقيت القاهرة، يبقى الجو كويس جدا. يمكن احنا دلوقتي طب ده شيء كويس 5:30 توقيتنا 6:30 عندكم، لا الجو هنا كويس، الجو كويس جدا، فبإذن الله تكون الأجواء تساعد لعيبة النادي الأهلي على تقديم عرض قوي وعرض مشرف. اللي ما فيش أمطار دلوقتي، لكن أمطار كانت بالنهار، يمكن الأمطار بتيجي على الساعة 3 كده وبتختفي، فبإذن الله الأجواء كلها بإذن الله تساعد لعيبة النادي الأهلي بإذن الله على الفوز يوم السبت بإذن الله. عندك أي استفسار ولا معاك؟ ال 25 لاعب جاهز يا شريف بما فيهم محمد الشناوي مظبوط؟ الصوت بيقطع، بس أنا لو اتكلمت عن اللاعبين في الأربع لعيبة انضموا النهارده لباقي البعثة، ديانج موجود في التمرين الأمامي، أزارو، معلول، جيلاردو، يعني الأربعة موجودين أمامي الآن في التمرين. فخلاص يعني الأهلي اكتمل القوة الضربة بتاعته، يمكن مستر يمكن أول مرة يشوف الأربعة في أرض الملعب أمامه، ولكن طبعًا تعرف عليهم من خلال الفيديوهات اللي اتفرجها على لاعبي النادي الأهلي، لكن بطمنك إن كل لاعبي النادي الأهلي متواجدين أمامي الآن في الملعب، يمكن بيجروا التمارين بالكرة عشان يشوفوا الملعب حالته ايه، ولكن يعني انا لحد ما شايف الملعب مقبول يعني، بس نوع من كده اللي غريب شويه، فربنا باذن الله يعني يمكن تعودوا على النهارده، طب ممكن النهارده تمرين بكره باذن الله، فتقدروا تعودوا ان يوم السبت باذن الله يكون القصر بالنسبه لهم اسهل. انا شايف برضه يمكن خرج من التمرين وبدا يعمل لف حوالين الملعب كده، هو فيبدو انه موجد من رحله الطيران، ان هو جه النهارده الساعه 12 او 1 بالتحديد، 1 الظهر. باذن الله يكون يلحق المباراه، بس هو غالبا هو انا افضله النهارده يعمل احماءات عشان خاطر ما يتمرنش، عشان خاطر برضه رحله الصور رحله السفر، ويمكن بنضم له كمان امامه دلوقتي امان كمان ازارو يمكن كده يعني الرباعي الاجنبي تدريبات استشفائيه. مش كلهم بيأجل التمرين معروف التمرين. لكن الاثنين بيجروا احماءات
فممكن يكون الجهاز الفني خاب عليهم او الجهاز الطبي بالتحديد خاب عليهم، فحد قد يريحهم النهارده من تمرين النهارده، هيبقى كلها تمارين استشفائيه زي ما بتقول. الشناوي في التمرين بشكل طبيعي بيستمر في المشاركه. ليه يا مين؟ الشناوي محمد الشناوي حارس الاهلي. الثلاث حراس علامة الملعب اهوت تمرينة قوية، الشناوي شريف لطفي ما شاء الله الحمد لله نسبة 5-3 جاهزين، الشناوي بإذن الله بإذن الله بإذن الله جاهز بكل قوة لمباراة يوم السبت بإذن الله. برنامج الفريق غدا يا شريف هيكون عبارة عن إيه؟ الساعة 8:30 اللي هتبقى الفطار بكرة بإذن الله، الغدا الساعة 1 الظهر، الساعة 5 هيكون التمرين، بعد كده العشر ساعة 7:30 هو خط برنامج النهارده، هو برنامج بكره باذن الله. يعني الامور تمشي زي ما الجهاز الاداري حاط الجدول، وهنا النادي الاهلي بينفذ الجدول العظيم. كان امبارح قايلين الصبح 8 الصبح الفطار، تلاقي الساعة 8 الربع مثلا موجودين، والغدا واحدة تلاقي واحدة الربع واحدة ست موجودين قبل ما يخش القاعة. نظام شكل النادي شكل الملابس مع الفرقة كلها الواحدة، النادي الاهلي عودنا على النظام، فالنظام هنا في كل حاجة ما فيش حد بيدخل على النظام خالص، فبجد حاجة مشرفة. يمكن كمان كمان حريص الاستاذ طارق قنديل وسفير مصر الاثنين موجودين في التمرينات، يمكن يتابعوا تمرينات النادي الاهلي باذن الله، كلها اجواء باذن الله بتساعد باذن الله باذن الله على الفوز يوم السبت باذن الله على فريق كان سبورت بطل هند باذن الله. يا رب ان شاء الله. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا مع زميلنا العزيز شريف شعبان من غينيا الاستوائيه، وطمنا بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي واستعداداته للمباراه بعد غد، وكمان طمنا على محمد الشناوي خلاص الامور كويسه بالنسبه للشناوي بنسبه كبيره، طبعا هو اللي هيكون متواجد كحارس اساسي في هذه المباراه. بالمناسبه بما اننا كنا بنتكلم على جريده الاهرام، فهم بالتالي خلال المتن الخاص بهذا العنوان كان الكلام على تشكيل النادي الاهلي، تطرقوا للتشكيل بشكل او باخر وقالوا ان الشناوي هيبقى في حراسه المرمى، علي معلول كظهير ايسر، محمد هاني او احمد فتحي كظهير ايمن، متولي وايمن اشرف كمساكين، ده تشكيل متوقع من قبل جريده الاهرام. يعني حمدي فتحي والسوليه او اليو ديانج في نص الملعب، رمضان صبحي وقفشه والشحات وازارو في الهجوم. ماشي هنشوف يوم الماتش ان شاء الله التشكيل هيكون ايه، وهنحاول نستشف ونتابع مع زميلنا العزيز شريف شعبان هناك في غينيا ممكن التشكيل الاقرب للنادي الاهلي هيكون ايه، وايا كان اللي هيشارك ان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه. خلينا نروح للاخبار المسائي، والاهلي يحارب الرطوبه، الفريق كامل العدد بانضمام الرباعي الدولي وبرنامج خاص للتغلب على الاجهاد. طبعا الاجهاد ده لازم يكون في برامج للتعامل معاه، لان طبعا رحله شقه وكل التفاصيل اللي حضراتكم عارفينها. فريق اكتمل زي ما اتكلمنا، الاهلي يحارب الرطوبه، يعني الجو هناك يمكن صعب شويه وزي ما شريف كمان قال لنا مش مستقر نسبيا الجو، لكن على ميعاد المباراه زي ما عرفنا كده ان الاجواء بتبقى كويسه، الاجواء المناخيه، فان شاء الله باذن الله كل شيء يبقى لائق ومميز بالنسبه للنادي الاهلي في اداء مباراه رائعه ان شاء الله. نروح ل المسا، الاهلي خائف من تقلبات الجو في غينيا، ما فيش خوف ولا حاجه، الاهلي متعود طبعا على هذه الاجواء، طبعا نتمنى الاجواء تكون كويسه، لكن في كل الاحوال الاهلي متعود على كل هذه الظروف. اللاعبون اصطحبوا احذيه المطر وده شيء مهم جدا، وده من ضمن الاستعدادات قبل السفر تحسبا لهطول الامطار اثناء المباراه. طيب دايما الاهلي بيبقى مستعد وعامل حسابه على كل حاجه، وده شيء بيبقى مهم جدا تحسبا للظروف المختلفه. نروح لجريده الجمهوريه، جريده الجمهوريه بتقول ايه؟ قبل مواجهه كانو سبورت السبت الضغوط تحاصر فايلر، ورساله مهمه لازار. هما بيتكلموا على ان الضغوط طبعا بتحاصر مستر فايلر، بالمناسبه اي حد جوه النادي الاهلي فهو عليه ضغوط، ده شيء طبيعي جدا. ليه؟ لان انت في نادي بيشجعوا اكبر كم ممكن من الجماهير في مصر، النادي الاهلي طبعا، مع احترام كل الانديه كل نادي ليه جماهيره طبعا وجماهير كتيره، لكن الاهلي هو الاكثر. ففي نفس الوقت بيبقى عليك ضغوط كتيره جدا في شغلك، سواء كمدير فني سواء كمسؤول، الامور دي طبيعيه، لازم انت تكون قد هذه الضغوط. الضغوط اللي بتحصل مستر فايلر بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في ان هي اول مباراه ليه، ومباراه صعبه بره ملعبه، فليها حسابات مختلفه. باذن الله لو وفق في هذه المباراه هتبقى او هيكون قطع شوط مهم جدا جدا مع الفريق في الاستقرار والثقه، وده اهم شيء.
يعني نتيجه ايجابيه، مش عايز اقول دايما فوز يعني، لان طبعا بتلعب بره ارضك وفي ظروف مختلفه، مش شرط ان انت تكسب، المهم انت في مجموع المباراتين باذن الله تصعد. نتمنى اكيد ان الاهلي يكسب، تبقى حاجه كبيره جدا والاهلي قادر على تحقيق الفوز باذن الله يعني. نروح والرساله المهمه اللي اظهره، وده شيء مهم وكان زي ما مكتوب في المتن، واكيد طبعا كان في اجتماع ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ووليد اظهره بعد ما رجع من السفر او بعد ما وصل للبعثه، والكلام كان على ان يا اظهره احنا واثقين فيك جدا جدا، وانت لاعب مهم ومستنيين منك الكتير خلال الفتره اللي جايه. وكابتن سيد ما قال له كل هذه الثقه من لجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب كمان رئيس النادي الاهلي الفتره الجايه، عايز دعم ومؤازره لكل اللاعبين بكل تاكيد. نروح للشروق واللي بتتكلم برضه على تشكيل النادي الاهلي، بتقول تعديلات طفيفه على تشكيل الاهلي امام كانو سبورت، الخطيب بيرفض رحيل الشناوي، والموضوع ده يا جماعه خلاص اتقفل تماما، اصلا مفيش عروض رسميه تاني وتالت وعاشر، قلناها كذا مره مفيش عروض رسميه جت للشناوي. ويؤجل مناقشه العروض حتى انتهاء بطوله افريقيا، الخبر مش صحيح بنسبه كبيره تفوق 90% يعني، لان مفيش اي عرض رسمي جه للشناوي ومفيش اي تطرق لهذه الجزئيه يعني. طيب خلينا نروح للمصري اليوم، فايلر استبعد جيرالدو وديانج من مواجهه كانو سبورت، لسه مفيش استقرار على التشكيل، او ممكن يكون الراجل استقر على التشكيل او على القايمه المكونه من 18 لعيب في هذه المباراه، لكن موضوع جيرالدو وديانج الناس موجوده يعني، لو كان هو عايز يستبعدهم ما كانش خلاهم سافروا على غينيا، الناس لسه موجوده ومتاحه للجهاز الفني. الاهلي يؤدي مران الرئيسي، قلنا موضوع الترتان ده خلاص مش حقيقي، فبالتالي خليني اروح لخبر اخر، لان في بعض الجرايد او بعض العناوين المتتاليه بتتكلم على موضوع الترتان. عايز اروح لروزا اليوسف، الاهلي يطلب فتوى من المانيا بسبب سعد سمير ومحمد محمود، هم خلاص على وشك المشاركه في التدريبات الجماعيه، سعد بعد العوده ان شاء الله عوده الفريق من غينيا الاستوائيه هيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، وهيلحقوا بعد اسبوع او 10 ايام بكثير محمد محمود وهيشارك ايضا في التدريبات. يعني الامور كلها جيده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله يكون التوفيق حالفهم سواء في المباراه القادمه او فيما هو بعدها من مباريات. اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، قنديل يشكر رجال المقاولون العرب في غينيا الاستوائيه. اليوم السابع، عبد الحفيظ يزور مقر الاتحاد الغيني قبل مواجهه الاهلي وكانو سبورت. بوابة أخبار اليوم، الأهلي يخوض مرانين على ملعب مباراة كانو سبورت. سوبر كورة، اجتماع فني للأهلي في غينيا. المصري اليوم، معلول وأزارو ينضمان لبعثة الأهلي في غينيا الاستوائية. الوطن سبورت، فايلر يضع برنامج تأهيلي لرباعي الأهلي. فيتو، تعرف على تفاصيل جلسة فايلر مع طبيب التغذية بالأهلي. البوابة سبورت، طبيب الأهلي لاعبو الفريق يحصلون على التطعيمات المضادة للملاريا يوميا. مبتدأ، تفوق أحمر، تاريخ مواجهة الأهلي وفرق غينيا الاستوائية. اليوم السابع، سموحة عن مواجهة الأهلي في أول أسبوع بالدوري، يا ساتر يا رب. 1-3 ثنائي الأهلي وصلان التأهيل بالتتش. الموقع الرسمي للأهلي، جلسة في الجيم لكريم نجم. طيب يعني الكلام برضو في المواقع عن النادي الاهلي فيما يتعلق بالمباراه المقبله، وبعض الاخبار اتكلمت على قرعه الدوري، لكن بالتحديد عايزين نروح نشوف لقاء مهم جدا عمله زميلنا العزيز شريف شعبان مع المدرب المساعد للنادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. نسمع الكابتن سامي قمصان قال ايه ونرجع مره ثانيه.
انت عارف عشنا كتير في افريقيا واللعيبه نفس القصه، يمكن الامور دي بالنسبه لنا عاديه لكن بالنسبه له طبعا كانت حاجه صعبه جدا. انت عارف حتى المسافات من اوروبا يعني بسيطه جدا، ساعتين ثلاثه اقصى حاجه يعني، لكن ان انت تعمل رحله طيران حوالي من 12 ل 14 ساعه كانت حاجه شاقه جدا يعني عليهم، لكن احنا كنا مؤهلين لكده. بنحاول نقول له كل المعلومات المتاحه بالنسبه لنا عشان نساعده ان هو برده ممكن يبقى في البرنامج بتاعه ما يقدرش يعني ما يعملش حاجه تكون اوفرلود على اللعيبه او الكلام دوت يعني. لكن هو طبعا اتعامل بصدر رحب جدا مع الامور وعارف ان دي يعني امور طبيعيه وان شاء الله تاقلم عليها ان شاء الله. كنا عملنا اول ما وصلنا بعد ما اللعيبه ارتاحت شويه واتغدينا عملنا تمرين خفيفه اطالات وحاجات ريكفري كده كويس يعني، والنهارده ان شاء الله عندنا تمرين ان شاء الله تاني في الملعب مباراه النهارده وبكره ان شاء الله. اكيد طبعا اكيد طبعا انت بتعرف برده الملعب وابعاده وبتحس الملعب ايه، عكس ما تلاقي تمرن فيه تمرينه واحده وبتبقى مثلا مرتبطه برده بساعه، انت دلوقتي بتاخد لك ممكن النهارده تاخد ساعه او ساعه وربع مثلا وبكره نفس القصه. بتساعد اللعيبه بديها احساس كويس بالملعب يعني، تشوف الارضيه وتشوف مكانك انت كلاعب بتحس بمكانك في الملعب، فاعتقد دي ميزه الحمد لله طبعا نشكر عليها طبعا الجهاز الاداري زي ما حضرتك قلت كابتن سيد وكابتن سمير كابتن ماهر، واعتقد ان برده تاريخ النادي الاهلي اهله اللي هو ان الناس تكون متعاونين، الناس مبسوطين جدا ان النادي الاهلي موجود، واعتقد ان ده شرف لاي فرقه اللي هي تلعب النادي الاهلي. لا اعتقد ان شاء الله النادي لعيبه النادي الاهلي متعوده اللي هي مرت بالمواقف دي كتيره جدا وبالاجواء دي كتيره جدا يعني، وبالرطوبه ولعبنا في ظروف اصعب ولعبنا في نقص اكسجين في بلاد معينه، فاعتقد اللعيبه عندها من الخبرات اللي تاهلها ان شاء الله اللي هتقدم مباراه كويسه يعني. ممكن الراجل يتكلم على الموضوع ده، انت عارف الدنيا دلوقتي متاحه جدا اللي انت تعرف معلومات عن اي مكان في العالم في لحظه يعني، فاعتقد ان شاء الله الامور تبقى تمشي زي ما هو زي السيناريو اللي هو عامله زي التوقع اللي هو عامله ان شاء الله، وان اللعيبه ان شاء الله تستوعب فكره لراجل من يعني من ناس انا شايفها منظمه جدا، يمكن الواحد اشتغل مع الفتره اللي فاتت ديت مع ناس سواء مستر كارتيرون او مستر لاسارتي، كل شكر اليوم طبعا كل تحيه، لكن اعتقد ان هو راجل مختلف يعني، راجل عنده طموح، راجل عنده بلا معين عاوز هدف يحققه، واعتقد ان طموح النادي الاهلي ان شاء الله يبقى متناسب جدا مع طموحه. احنا بادئين من اول ما عرفنا اللي احنا هنلعب كان سبورت يعني، عندنا فرجنا كذا مره على الفرقه وعملنا تقرير كويس للراجل، والراجل اتفرج والراجل برضو معاه مساعدين اتفرجوا وعملنا كل المعلومات المتاحه للراجل يعني اللي ساعده ان شاء الله اللي هو ياخد قرار كويس من ناحيه التشكيل او من ناحيه الخطه بتاعه المباراه يعني. فاعتقد ان احنا انت عارف ان احنا بنشتغل على طول اول كده فده اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نوفر له كل المعلومات المتاحه سواء من اللعيبه اللي عندنا، يمكن هو كان عنده معلومات كبيره جدا عن الفرقه لكن احنا برضو كان دورنا ان احنا نساعده من اللعيبه وبتاريخها وعدد المباريات اللي بيشارك فيها واللي فيه لعيبه بتلعب في اكتر من مركز يعني، يمكن ده دورنا وده الطبيعي اللي اي حد مصري بيشتغل مع حد اجنبي في النادي الاهلي اللي هو بيساعده في الامور دي. لا يمكن هو الراجل اتكلم في النقطه دي وكانت نقطه مهمه جدا يعني، ان احنا دلوقتي اهم مباراه بالنسبه لنا هي مباراه كان سبورت، دي مهمه جدا دور في افريقيا، ما ينفعش افكر في ماتش وانا لسه عندي ماتش يعني، ده بيقلل تركيز لعيبه وبيخلي اللعيبه يبقى مشتت يعني. كل لعيبه دلوقتي مهيئه اللي هي عندها ماتش مهم في افريقيا، كل لعيبه عاوز تثبت نفسها، كل لعيب عاوز يبقى جدير اللي هو يبقى في التشكيل الاساسي النادي الاهلي، يمكن هو ده اللي الراجل بيحاول يوصله واعتقد اللي هو كان نجح فيه جدا يعني. انت عارف ان انت كده كده المفروض ان انت تلعب كل المباريات كل الفرق في الدوري يعني كده كده هتلاعبهم يعني، يمكن النادي الاهلي اعتقد ان الفرق كلها هي اللي بتبقى عامله احسن النادي الاهلي، انت بطل، انت السنين اللي فاتت كلها انت الحمد لله اكتر فرقه في تاريخ مصر كلها واخده بطولات في الدوري العام، فاعتقد ان احنا بالنسبه لنا طبعا نحترم كل الفرق ونقدر كل الفرق، لكن دي قرعه واحنا ان شاء الله نستقبل اي حد، وان شاء الله اللعيبه قادره والجهاز قادر ان شاء الله اللي احنا نحافظ على اللقب، لكن الحاجه الايجابيه اللي تحسب برضه لجنه المسابقات اللي هي مش موجهه، ودي حاجه بدايه كويسه جدا. في الاسبوع الرابع يعني ما حصلتش من سنين، مش مشكله حتى لو في الاسبوع الاول، دي قرعه، دي اوروبا كل الفرق كده متاحه انت كده هتلعبها يعني، فاعتقد دي من دي يعني فيها شفافيه كبيره وفيها حيدية كبيره وفيها فير كتير قوي لكل الفرق يعني، اعتقد ان شاء الله اللي ربنا يكرمنا وفقنا ان شاء الله، لكن برضو زي ارجع اقول لك برضو ان الاهم بالنسبه لنا هي المباراه دلوقتي. طبعا النهارده زي ما انت قلت وصول النهارده كل لعيبه ديانجي وازارو وعلي معلول وجيرالدو طبعا قوه تمثل الفرقه، ويمكن زي ما انت قلت برضو صعوبه ان الراجل ما شافهمش على الطبيعي، هو ممكن عنده معلومات
لكن مع يعني مش عارف هيبقى تفكيره ايه برضو ليهم، لكن ان شاء الله انت كل ما يبقى عندك لعيبه كتيره متاحه اعتقد بتبقى عندك فرصه يعني، لكن اتمنى ان شاء الله اللي هو ربنا يكرمه ويوفقه للتشكيل الانسب يعني، واللعيبه انت عارف لعيبه النادي الاهلي كلهم ما شاء الله يعني لعيبه رجاله ولعيبه دوليه، وان شاء الله قادر اللي تحقق الهدف وتحقق فكره ان شاء الله يعني. جمهور النادي الاهلي طبعا بقول له انت، وكل مره بكررها يعني، ان انت النادي الاهلي ده معمول كله عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده زي ما كل الناس بتقول ده حماه، وده السند بعد ربنا للنادي الاهلي كله. عاوز اقول له لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في مجلس الاداره، لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في لجنه التخطيط، لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني وفي اللعيبه. ناس كتيره بتحارب النادي وده حاجه معروفه لكل الناس يعني، لكن هيفضل النادي الاهلي هو نادي القرن، هيفضل النادي الاهلي بطل افريقيا، كل دوت معمول عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي. وزي ما انا قلت يعني لو الناس بتتمنى فعلا فشل النادي الاهلي، واحنا بتقول ان احنا انت جايب مدير فني مش على قد المستوى، طب ما الافضل ان انت تسكت مش الافضل ان انت تهارب بالظبط يعني. فاعتقد فدي رساله اليوم، وانا عارف جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر لعيبته في مجلس ادارته، مجلس ادارته المتمثله في كابتن خطيب راجل اعظم من لاعب كوره في تاريخ النادي الاهلي، لجنه التخطيط متمثله في ثلاثه في كل مستويات الشيخ طه ما شاء الله اجيال مختلفه كابتن زكريا كابتن خالد بيبو، فاعتقد كل الناس دي عمرها ما هتفكر في دار النادي الاهلي، بالعكس كل الناس دي هدفها اللي هي جمهور النادي الاهلي، بطولات للنادي الاهلي، كل الحاجات دي. فاعتقد ان شاء الله اللي احنا هنعمل علينا هنموت نفسنا، ما فيش حد هيقدر يبخل باي جهد ليه عشانكم وعشان يسعدكم، لان برضو زي ما انا قلت كل مره النادي الاهلي معمول عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي. كلام مهم جدا من الكابتن سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني لمستر رينيه بايلر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي، وكل التوفيق للفريق ان شاء الله خلال هذه المهمه القويه جدا امام فريق كانو سبورت. بعد الفاصل لقاء غايه في الاهميه وغايه في السخونه، وهنتكلم في كل الملفات على الساحه الرياضيه المصريه مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد القوصي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام. استنونا بعد الفاصل. بينورنا ويشرفنا في هذه اللحظات ضيف كل خميس الاستاذ محمد القوصي الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ القوصي منورنا كالعاده. اهلك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي وجمهور الاهلي في كل مكان وكل اللي بيشاهدوا قناه الاهلي. اهلا بك يا استاذ القوصي. دايما احنا في حلقه الخميس بنحاول نلم كل الاحداث اللي حدثت على مدار الاسبوع عشان نتناقش فيها مع الاستاذ محمد القوصي. بالتالي الحدث الاهم اليوم اللي لازم نبتدي بيه قرعه بطوله الدوري الممتاز، وعايز اخد تعليقك على القرعه وعلى المظهر الجيد اللي ظهرت بيه القرعه اليوم. طبعا الحقيقه يعني بسم الله نبدا، بسم الله يعني نبدا موسم جديد، موسم مختلف ان شاء الله. يا رب يكون موسم خير على كل مصر كلها في الرياضه المصريه عامه وفي كره القدم خاصه، ويعود لكره القدم انضباطها و انتظامها كلعبه اساسيه وشعبيه اولى بتتابع من كل الملايين في الشعب المصري. النهارده كانت قرعه الدوري الممتاز كانت معموله في مكان في فندق راقي، لاول مره بنشوف هذا المشهد المنظم المشهد المنسق. الحقيقه ان هم بيقدموا صوره طيبه يعني، اللجنه الخماسيه بتحاول تقدم حاجات جيده يعني، وده شيء كويس جدا وشيء مهم جدا ان يتعمل القرعه في مكان بهذا الشكل. التنظيم التنسيق السرعه في الاداء الدقه في التسجيل، الحقيقه كان يعني كان مشهد جميل مشهد حلو يعني انك انت تعمل قرعه بهذا الشكل، ودلتها من النجوم الكبار كابتن احمد حسن كابتن عبد الستار صبري كابتن محمد زيدان الثالث يعني الحقيقه كانوا مميزين، والقرعه تمت بهدوء وبسلاسه وفي تقريبا ما خدتش نص ساعه يعني الحقيقه بالظبط. فطبعا يعني ده يدل على النظام الكبير في الحقيقة. ده يدل على النظام الكبير، لكن يبقى هناك بعض التساؤلات خاصه بالقرعه، وده المهم جدا وده الاهم طبعا يعني. هو المشهد اللي حصل ده هو القرعه بتتعمل يعني كل سنه بتتعمل، لكن بالتنظيم ده وبالشكل ده ما كانتش كده يعني. فهم اضافوا عليها مظهر جمالي كويس، لكن السلبيات او المشكلات اللي احنا بنعاني منها فيما سبق وما نتخوف منه فيما هو قادم، ده هو ده اللي احنا محتاجين نعرفه. بتتمثل في ايه؟ تمثل يعني عندنا ثلاث حاجات مهمين جدا عايزين نعرفهم. الملاعب كويس،
يعني اللي قرعه النهارده لم ما شفناش ملاعب توقيت المباريات تاريخ المباريات هم قالوا خلال 48 ساعه هيقولوا الكلام ده. انا كنت اتوقع ان اشوف ده كله النهارده يعني النهارده اشوف ملاعبي بتوقيتي بتاعتي بكل حاجه خاصه بيا كل حاجه كنت المفروض اشوفها النهارده كانت الامور تبقى ماشيه بهذا الشكل. هل ممكن لكن يكون الموضوع متعلق بالموافقات الامنيه؟ انا ما عنديش كل دي المفروض اللجنه الخماسيه مظبطه امورها والامور منتهيه والامور ماشيه بشكل جيد يعني فالمفروض الثلاث حاجات دول المفروض يبقى واضحين جدا بالنسبه لنا احنا بننتظرهم ونتمناهم خلال 48 ساعه زي ما قالوا او قبل الاسبوع الاول ما يبدا. كان المفروض انت تبقى مجهز كل حاجتك مجهز تواريخ ماتشاتك كلها من بدايه الدوري لنهايه الدوري يعني سبق والسيد عمرو الجنايني خرج وقال ان الدوري هتكون له نهايه واضحه ومحدده لكن حتى لم نعلم هذه النهايه هم قالوا شهر مايو هل هو ما قالوش يوم كام مثلا هل هو 1 مايو هل هو 30 مايو هل هو يعني المفروض الامور تبقى واضحه ومحدده. طبعا رئيس لجنه المسابقات النهارده اعلن ان هو مرتبط بنهائي دوري الابطال يعني اعتقد الامور دي سهله معرفتها يعني مش صعبه يعني على الاقل تقريبا نهائي دوري الابطال بيكون تقريبا في 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 توقيت ثابت سنوي ممكن يطلع يوم على فكره بيبقى مع نهايه شهر 5 بالظبط يعني في في 3 ايام بيتحرك فيهم مش اكتر من كده اقدر اشتغل عليهم يعني لكن احنا محتاجين نعرف الملاعب بدقه وبشكل واضح لان واضح ان في مشكله في الملاعب عايزين نعرف تواريخ كل المباريات كل فريق عارف مبارياته عايزين نعرف توقيتات المباريات لان مهم جدا بالنسبه لينا كجماهير وكمتابعين ان احنا نعرف كل المعلومات دي. اتمنى ان ينتهوا منها وبدقه وبشكل واضح وبشكل محدد والا تكون هناك مؤجلات مهما كانت الضغوطات. انت حضرتك عندك دوري الابطال عندك كونفدراليه عندك الدوره بتاعه المنتخب الاولمبي في شهر في 11 من 8 ل 22 عندك تصفيات كاس العالم عندك تصفيات كاس العالم كل ده واضح ومحدد قدامك وانت بتحط ده فحضرتك ما تسيبنيش افضل ماشي لغايه ما وكان احنا صحينا من النوم لقينا الحاجات دي موجوده قدامنا فنبدا ناجل وناجل ونأجل الحاجات دي غير مقبوله على الاطلاق. كان واضح رئيس لجنه المسابقات ومحدد ان قد 4 ايام طب ده اللي كنت عايز اسال حضرتك فيه ورايك ايه في ودي نقطه ايجابيه في الحقيقه طبعا لا ده نقطه ايجابيه ومهمه جدا وما يزعلش حد وعلى اي حد على كل الفرق اللي مشاركين في الابطال واللي مشاركين في الكونفدراليه واللي مشاركين في البطوله العربيه يعني احنا تقريبا عندنا 6 فرق موجودين في المسابقات دي طبعا 6 فرق دي لما انت تقعد تاجل ماتشاتهم يبقى تقريبا بتاجل عدد كبير جدا من الماتشات. كمان قالوا النهارده ان احنا هنضغط شويه الدوري في بعض فترات عشان نخلص في شهر 5 عشان نواكب كل الدوريات العالميه في ميعاد بدء البطوله الجديده. هو ده كده نبقى امشي مع العالم كله وانتهي مع العالم كله المفروض يبقى كده يعني الدوريات كلها في العالم خلاص بدات داخلين في الاسبوع الثالث والرابع والخامس بعد الاسابيع واحنا لسه هنبدا في شهر في اواخر هذا الشهر في 21 هنبدا اول اسبوع. اتمنى ان يحصل يعني حتى لو تحصل ضغطه بعد الشيء بحيث ننتهي ونبدا في الموسم اللي بعده مع الدوريات العالميه بحيث يبقى لنا نظام موجودين مع العالم وماشيين مع السيستم الموجود كره القدم في العالم ولعبتنا ترتاح لان كره القدم في العالم الان اصبحت منظومه واحده وبتدار بفكر واحد على مستوى العالم خصوصا في نظام المسابقات يعني حتى الاتحاد الافريقي عندما اغير وضع مسابقاته سواء البطوله الام لكاس الامم الافريقيه او دوري الابطال الكونفدراليه غيرهم ليتسق ذلك مع النظام الاوروبي والنظام العالمي مش ناس مأجزه واحنا بنلعب او هم بيلعبوا واحنا مأجزين الكلام ده خلاص انتهى فده مهم جدا بحيث ان كلنا نبقى جوه المنظومه واتمنى اتحاد الكره يسير في هذا النهج ان شاء الله ويوفق يا رب في المرحله المقبله. من ضمن الحاجات الايجابيه اللي هم قالوا عليها النهارده وهو كان خبر اعلنوا عنه من فتره كبيره وان في كور محدده للبطوله بطوله الدوري الانديه كلها هتلعب بيه هذه الكور يعني تمام. فبالتالي النهارده السيد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره قال ان كل هذه الكور هيتم تسليمها للانديه طبعا فعشان يتعودوا عليها قبل المباريات ده من ضمن الاشياء الايجابيه في الحقيقه يعني. بالظبط مهم جدا. بص اي بطوله في العالم بيبقى ليها كوره والكوره دي بتعمل انت بتعمل شخصيه للمسابقه بتاعتك يعني لما يجي كاس العالم قبل كاس العالم بتيجي كل بينتظر ايه الكوره اللي نازله في كاس العالم بالظبط والكوره بتيجي كاس العالم وهو بتتوزع على المنتخبات المؤهله وبيلعبوا بيها وبيتمرنوا عليها. كاس الامم الافريقيه بيبقى ليها كورتها تبقى للفلكلور الافريقي وتبقى لكل الاشكال الافريقيه اللي موجوده دايما بتشوف كره مختلفه. معظم الدوريات اللي موجوده في العالم بتتعامل بهذا النظام طبيعي جدا ان الدوري المصري يكون فيه كوره الدوري المصري ودي مهمه جدا وتقدر تستفيد بدي وتقدر تسوقها وتقدر تبيعها وتقدر تعمل من وراها بالزبط. يعني حاجات كتيره جدا مهمه بس هو دي كوره مصر دي كوره الدوري الممتاز المصري لكره القدم فطبعا مهم جدا ان اخيرا هيبقى فيه كوره بدل ما كل ماتش بنلعبه كرة شكل
وكل كره شكله مكتوب عليها اسم تعليمين النادي الاهلي ولا الاسماعيلي وكمان لا حاجه تبقى لا كره الدوري المصري موجوده والفرق كلها اكيد مهم جدا ليه بتتمرن عليها لان الكره ليها اوزان طبعا فيها الخفيف وفيها الاخف وفيها الاثقل بعض الشيء فوجود كوره والفرق بتتدرب عليها تبقى يعني على الاقل حتى تعمل نوع من تكافؤ الفرص بين الفرق سواء لعبت على ملعبك او لعبت بره ملعبك فانت بتلعب بنفس الكوره فمهم جدا الفكره دي فكره ممتازه يا رب تكتمل ونتمنى ليها النجاح يا رب ان شاء الله في الحقيقه دي من ضمن الايجابيات اللي اتكلمنا عنها لكن ايضا هناك سلبيات وفيما يتعلق بقرارات لجنه الانضباط اول امس مساء اول امس تعقيب حضرتك ايه على هذه القرارات يعني زي ما بنقول دايما عشان تكون عندك مسابقه ناجحه او بطوله دوري ناجحه لابد ان يكون عندك اتحاد كره محترف واتحاد كره منظم واتحاد كره يعني لا يخشى في الحق لو ما تلائم كويس. اتحاد كره يعمل الكبير امام مثل الصغير اذا اخطا النجم كما اخطا اي لاعب في المسابقه دي لوائح لابد ان تكون عندك لوائح وقوانين تطبق بمنتهى العداله وعندك وقائع واضحه وليها نصوص في اللائحه عندك واضحه مش محتاجه تفكير ولا محتاجه فلسفه ولا محتاجه اي حاجه فلما تحصل الواقع حضرتك بتجيب اللائحه وبتطبقها تطبقها على الاهلي تطبقها على الزمالك تطبقها على الاسماعيلي على المصري على طنطا اي حد كل سواسيه امام العداله العداله مغمضه العينين لا ترى فطبق ده اذا طبقت ده ونجحت في اقراره هتعمل مسابقه عادله هتقدر تحمي حكامك هتقدر تحمي المنافس هتقدر تحمي اللاعب بتاعي هقدر احمي صورتي كمسابقه جيده هقدر احمي صوره البلد لان احنا متشافين في كل مكان يعني فده مهم جدا ان احنا نتشاف لابد ان نقدم صوره مميزه جدا ما بنشوفش اي خروج عن النص في كل الدوريات العالميه لان اي لاعب عارف انه يخرج عن النص عارف ايه مصيره ايه العقوبه اللي بتنتظره فعندما حدث خروج عن النص ولجنه المراقب المباراه رصد هذا في تقريره وقدم هذا التقرير الى لجنه المسابقات او الى اتحاد الكوره كان من الطبيعي ان اتحاد الكره يطبق اللوائح الموجوده ويطبق النصوص بحذافيرها. اتحاد الكره في الوقائع اللي حصلت سواء بالنسبه لجمهور نادي الزمالك بخروج عن النص او اللاعب يخرج عن النص. انا من وجهه نظري وهم اللي كانوا اقروا ده كمان اصلا انك انت الجمهور عشان توقع عليه عقوبه وقعها على الجمهور مباشره ما توقعهاش على النادي يعني دايما ده من زمان والكلام ده الواحد بيطالب بيه ان دايما لما جمهور بيعمل غلط بيعاقب النادي طب ما الجمهور بيجي يرتكب نفس الغلط والنادي هو اللي بيدفع العقوبه اي جمهور انا ما بتكلمش على احد احنا عايزين يا جماعه كل جمهور مصري يبقى ملتزم طبعا فبالتالي لما تحصل عقوبه تبقى العقوبه على الجمهور مباشره انا عاقب الجمهور مباشره انا لو دفعت النادي 10 مليون جنيه مش هتفرق مع الجمهور لكن اذا منعت هذا الجمهور من دخول الملعب فانا عاقبت الجمهور مباشره وبالتالي عاقبت فريقه ايضا يعني بالزبط. لكن انا لما اجي الجمهور يشتم ويسب ويلعن ويخرج عن النص ويكسر واجي اعاقب النادي بمليون جنيه ولا شيء هيجي يعمل نفس الشيء وهذه العقوبه السبب فشلها لانه في كل مره بيتكرر الخطا بالظبط فاذا انا وقفت اتحاد الكوره كل مره اوقع عقوبه ماليه النادي يتحملها النادي اللي هو ملوش دخل لان النادي لا حرض ولا قاد الجماهير ولا بيسيطر على الجماهير ولا يقدر يوقف الحاجات دي فالنادي ملوش سيطره على هذا الامر بشكل كبير جدا يعني لو انا ليا سيطره على هذا الامر في حضرتك كنت تعاقبني كان زي انا بتعاقبني على جريمه انا لم ارتكبها على الاطلاق يعني فهذا ظلم للنادي اي نادي في مصر طبعا مش 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 مش, مش اي حد محدد احنا يا جماعه احنا بنتكلم يعني. او استاذ اوسي بيتكلم في الجزئيه دي بالتحديد بيهدف ايه بيهدف مصلحه الكره المصريه بشكل عام مش بنخص نادي معين او لاعب معين احنا بنرصد التصرفات وبنقول الحاجات اللي بتناسب هذه التصرفات من عقوبات العقوبات دي لما تتاخد بشكل قوي وحازم بالتالي هتتفادى الوقوع في هذه الامور وهذه الفتن اللي ممكن تحدث في الملاعب المصريه فكله لمصلحه الكره المصريه تمام يبقى احنا بنتكلم في مبدا عام بالظبط هدفنا مصر لا هدفنا الاهلي ولا الزمالك ولا المحله بالزبط. ولا المقاولين ولا الترسانه ولا اي حد هدفنا ان مصر يبقى عندها حاجه محترمه يبقى عندها لوائح بتطبق على الناس فحضرتك لو عايز الجمهور ده ينضبط تكون فيه لوائح بتحكم هذا الجمهور لا تحكم هذا الجمهور ان اللي يعمل شغب يتمسك ويتحاكم ويتحاسب ويدفع ثمن الشغب ده لما جمهور جماعه يشرب حضرتك خلاص اقعدوا حضراتكم في البيت والفريق بتاعكم يلعب من غير جمهور اعمل عقوبه ماتش اثنين تبقى عقوبه اعمل ماتش اثنين ده ايا كانت العقوبه فالجمهور هذا سيدرك ان نادي سيحرم منه وان هو مش هيدخل مدرجات فبالتالي يبقى فيه التزام لكن اللي شتمه
وواحد تاني دفع هو هيرجع يشتم عشان تاني الاخر يدفع يعني واخد بالك. ده بالنسبه للجمهور، فلا استقرار في مدرجات بدون عقوبات مباشره على الجمهور تتمثل في المنع. احنا داخلين على مرحله يا جماعه احنا اصلا ممنوعين من 2011 ما بندخلش يعني، فلما يجي اي جمهور يرتكب خروجات عن النص فلابد من تطبيق لوائح قاسيه ومشدده حتى تنضبط المدرجات ويعود الجمهور كاملا الى الملعب. ولا تعمم العقوبه على الجماهير المصريه بشكل عام. لا شوف جمهور نادي ايه اللي غلط يا تبقى عممش. ما جيش مثلا ايه، ما جيش مثلا حد جمهور هنا اقول لك خلاص هنمنع دخول الجمهور الكلام ده ينفع بالظبط. انا جمهور سين اخطا هذا الجمهور يتم ايقافه ويتم ابعاده نهائيا الى ان ينضبط ويعود مره اخرى. يتوقف مباراه، يتوقف ماتشين، اللاعب اخطا برضه نفس الفكره بالظبط. لما تجي لي لاعب، لما تجي لي لاعب يعني مثلا لما كنا شفنا بعض الوقائع كريستيانو رونالدو نجم العالم عمل الحكم كده لمسه بس في ظهره حصل ايه؟ ايقاف ايقاف ثاني يوم. لو كان قال لي لرونالدو هتدفع 100,000 دولار كانت عادي جدا بالنسبه لي، بيدفع 100,000 دولار ويلعب ما عملش اعتبار للاسم ان ده كريستيانو رونالدو. لا لا ما فيش يعني، او نادي يدفع 100,000 دولار بس يلعب معاه يا سلام. تدهس الاخلاق وتكون العقوبة مالية، هذا الأمر مرفوض تماما ولن يعني يساعد على يعني استقرار في الملاعب المصرية ولن يساعد على انضباط اللاعبين، لأن عدد كبير جدا من اللاعبين عادي جدا ممكن ينفعل ويعمل وكسر الدنيا وبيدفع غرامة مفيش مشكلة خالص، لكن لما يتمنع من اللعب أكيد هتبقى عقوبة صارمة يعني، زي أي جرائم يعني. لو أنت مثلا عملت لجريمة القتل دلوقتي 1,000,000 جنيه واحد يقتل واحد عادي، هيبقى القتل عادي مباح خلاص، اضرب أي حد يدفع 1,000,000 جنيه واللي معاه 1,000,000 جنيه ممكن يقتل أي واحد يعني، لكن أنت هتقتله هتتقتل، عمره ما هيفكر في الموضوع. فأنت حضرتك أنت عملت، أنا أقصد من المثل ده أن لابد تكون في عقوبة رادعة وعقوبة قوية وعقوبة واضحة وعقوبة تؤثر على فريقه وتؤثر على اللاعب نفسه. اللاعب اصعب حاجه بالنسبه للاعب ان يتحرم من اللعب او يقعد بره، فبالتالي انا لما هحرمه من اللعب اوقع عليه عقوبه الايقاف مش هيكرر ده تاني، لما يبقى عارف نفسه هيتوقف ماتشين وثلاثه واربعه وسته، وان المره دي خد ماتشين، لو كرر المره الجايه اربعه، لو كرر المره الجايه لو كرر المره الجايه سنه اعتقد هيرتدى ويتوقف. ومن هذا المنطلق ومن هذه المبررات وهذه المعطيات انا شايف ان العقوبات الماليه اللي اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه برئاسه السيد عمرو الجنايني بدات بيها مشوارها يعني بداية يعني غير مقنعة وبداية غير مطمئنة، وكانت فرصة بالنسبة لهم، كانت طبعا كانت فرصة بالنسبة لي، ده كان فرصة بالنسبة لي أدبح وخلص ومش أدبح، أنا مش أدبح، أنا أدبح بالقانون، أدبح بالعدل، أدبح بالحق وكل واحد ياخد حقه. البعض يقول لك عمل ايه وعمل شيء، لا لما يحصل وانا بتكلم برضو طبقا يعني دلوقتي واحد، خلينا نبقى صراحة، لما واحد يقول لك مثلا شيكابالا او عمل ايه، طب انا ماليش دعوه بعمل ايه ولا ما عملتش ايه، المبرر اللي مطلعه اتحاد الكوره نفسه نفسه كاتبه فيه كمبرر للعقوبه حرك واثار ودعا وهيج مصطلحات كبيره جدا تدعو لعقوبه محدده. في النهايه ده قرار اتحاد الكوره ودي طريقته في الاداره وده اسلوبه. وجهه نظري ان العقوبات الماليه غير كافيه، لابد من عقوبات مشدده ولا راح تطبق. لان اتحاد الكوره بهذه الرساله بيوجه لاي حد افعل ما تشاء وادفع المقابل المالي. طبعا هذا الامر مرفوض وبنؤكد على هذا الامر طبعا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي تحديدا، لان جماهير النادي الاهلي داخله برضه في اختبار وهيكون اول ما اجي في مباراه السوبر وبتصادف بين الاهلي وبين الزمالك، مباراه مهمه جدا وجمهور الفريقين نتمنى ان جمهور الفريقين يحضرها ويكون فيها انضباط وفيها التزام والا يسقط جمهور الاهلي في هذا الفخ اللي ممكن ان تحصل نوع من الشتائم، فيحصل نوع بقى تعالى بقى نجرب العقوبه الحرمان فيكون الحرمان على النادي الاهلي وعلى جمهوره. اعتقد ان احنا رد الاساءه لا يكون الا بانضباط وباحترام وباخلاقيات محترمه، جمهور الاهلي بيتمسك ويلتزم بقيم طبقا لمعرفتي للناس اللي فيهم بيلتزم بقيم واخلاقيات ومبادئ النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان اللي حصل ده ما نشوفوش تاني لا من جمهور الزمالك ولا من جمهور الاهلي ولا من اي جمهور، لان احنا نريد ملاعب نظيفه خاليه من الالفاظ السيئه وخاليه من الهتافات المسيئه. لا يجب ان نسيء لشخص او لنادي او لاي مسؤول، الكلام ده مرفوض تماما. نريد كره حقيقيه في مصر يعني، الكره عمرها ما هتبقى كره حقيقيه وممتعه بدون الجمهور بالضبط. فالجمهور هو اللي بيحرم نفسه بنفسه من حضور المباريات، فان شاء الله سواء خطا لجمهور نادي الزمالك او اي جمهور اخر ممكن يخطا بعد كده يتدارك هذه الاخطاء عشان يحضر في المدرجات ونشاهد كره ممتعه بشكل كامل بالضبط. نتمنى الالتزام من كل الجماهير وفي مقدمه طبعا جمهور الاهلي، طبعا في جمهور النادي الاهلي عنده وعي كبير جدا، نتمنى ان الوعي ده يتنقل لكل جماهير الكره المصريه يعني. ان شاء الله يعني هو طبعا مع الاحترام والتقدير وبنؤكد ان هذا ليس انتقادا لعقوبه وقعت على نادي الزمالك وليس تقليلا او يعني تهويلا او تقريرا منها، ولكن احنا بنتكلم على مبدا عام وصالح عام، اذا اردتم الكره في هذا البلد فعليكم بلوائح وقواعد مشدده، لان المبدا العام بيقول لك من يعني امن العقوبه
اساء الادب. فدايما اللي ما فيش عقوبه متوقع عليه هتلاقيه ياتي بسلوكيات خارجه ويتجاوز في حق اي شخص. فلا بد من عقوبه مشدده على اي حد، ولا بد ان اللوائح تطبق على الكبير مش قبل الصغير والصغير بالمساواه برضه بالعدل يعني. مش انت تضرب الكبير وتسيب الصغير، لا، ده اللوائح تطبق على الكل بنفس الدرجه وبنفس المقياس وبنفس المعيار حتى ننجح ويكون عندنا استقرار في المدرجات وفي الملاعب المصريه ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق لكل المسؤولين بشكل كامل في اتخاذ القرارات الصحيحه والصارمه لمصلحه الكره المصريه بشكل عام. من ضمن برضو الامور اللي بتخص اتحاد الكره يا استاذ اوسي، هو فيما يتعلق بمباراه السوبر، الميعاد امتى؟ الملعب ايه؟ عندك معلومه؟ والله هو اخر معلومه عندنا ان الماتش يوم 20 تقريبا 19 20 هما ثلاث مواعيد ان الناس كلها بتتحدث فيهم، يعني المفروض 18 مثلا او 19 او 20 19 او 20 تمام. لكن دلوقتي خلاص 18 ده تم استبعاده لان الاهلي والزمالك بره مصر عندهم ماتشات، تمام، فهيبقى 19 او 20 لسه مفيش قرار نهائي، مفيش قرار في النهايه في الموضوع، ودي برضو من العيوب ومن السلبيات اللي موجوده. المفروض انا النهارده بتكلم في كل الاحوال هيبقى قبل بدايه الدوري 21 بالظبط، يعني بتكلم النهارده مثلا في 12 سبتمبر النهارده 12 طيب، يعني باقي اقل من 8 ايام يعني. ومش عارف اذا كانت المباراه يوم 18 او 19 الكلام ده المفروض ما عادش موجود، انت محدد ومعلن كل توقيتاتك، ودي السلبيه اللي احنا بنعاني منها طول عمرنا. اتمنى اتحاد الكره الحالي يتخلص منها سريعا، يعني اعتقد ان هو بيواجه صعوبات لكن يتخلص منها سريعا. ايضا الملعب ما زال حائرا، اين سيلعب السوبر؟ هم كانوا بيحاولوا ان هو يبقى في استاد القاهره لكن واضح ان استاد القاهره مش جاهز كالعاده لاستضافه المباريات. معرفش يا استاد القاهره ده ما استضافش، مفيش اي ملعب، اي ملعب في مصر في كاس الامم الافريقيه استضاف 8 مباريات. ما تعرفش ايه الصيانه اللي بتعمل بعد 8 مباريات، مش عارف ايا كان. لكن بغض النظر عن استاد القاهره، اعتقد عندنا ملاعب ثانيه غير استاد القاهره، اكيد طبعا يعني في اكثر من ملعب يعني. بس المفروض الامور دي تبقى محدده وتبقى واضحه، يعني هنفضل قاعدين لغايه قبل المباراه ب 48 ساعه بنبحث عن ملعب المباراه، هل هيتلعب في القاهره ولا هيتلعب في اسكندريه ولا هيتلعب في اسماعيليه ولا هيتلعب في السويس. ثم عندك ملاعب كتيره جدا تقدر تحسم الامر ده وتنهيه بسهوله جدا يعني. فدي طبعا من السلبيات اللي موجوده ان 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 الملاعب تظل بهذا الشكل يعني. ومن انت عشان يكون عندك دوري وعندك مسابقه قويه، ده جزء من اساسي منها. المشكله بدات من الان وهي الملعب. بدون الملعب وبدون ملاعب واضحه ومحدده بدون اي مشاكل وبدون اي ازمات تقدر تعمل مسابقه كويسه ومسابقه مميزه. يمكن احنا كنا فخورين بكاس الامم الافريقيه علشان كان عندنا فيها ملاعب، 6 ملاعب اللي اتعملوا واتعملوا بشكل رائع وشكل راقي كانك في ملاعب اوروبيه. فين الملاعب دي دلوقتي؟ ليه ما بنستثمرهاش وبنلعب عليها يعني؟ يعني انا مش فاهم يعني. فمطلوب ان الملاعب دي تفتح ابوابها او تفتح ابوابها للانديه عشان تلعب عليها، مطلوب ان تكون جاهزه في اي وقت، مطلوب توسع في ملاعب ثانيه، يبقى عندنا ملاعب ثانيه السته دول. الوزاره فعلا بتخطط لكده في الحقيقه، يبقى المفروض يبقى فيه 12 ملعب كمان او 18 ملعب على الاقل عندك بيتلعب عليهم ماتشات، وتلعب في اسوان وتلعب في اسكندريه وتلعب في القاهره وتلعب في طنطا وتلعب، المفروض كل ده يبقى موجود. فوجود ازمه الملعب يقلل من قيمه الدوري المصري بشكل كبير جدا، ويقلل من كرة القدم في مصر. مهم جدا يبقى عندنا ملعبنا اللي يكون ليه مقدرة على استضافة الجمهور في أي وقت واستضافة أي مباراة مهما كان حجمها في أي وقت. من ضمن الملفات أيضا الحديث عنها زاد بشكل كبير وبقاله فترة، ملف المدير الفني المنتخب مصر. بعض الأخبار النهاردة معايا أخبار مثلا من البوابة سبورت، موقع بوابة سبورت بيقول إن إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب. هم خلاص بيجزموا بكده ان إيهاب جلال هو المدير الفني، وقالوا كمان الجهاز المعاون عماد النحاس، حمد ابراهيم، محمد شوقي، مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، عماد متعب مدير للمنتخب، وان الكابتن إيهاب جلال رفض عصام الحضري. الملف ده معلومات حضرتك فيه ايه؟ وهل فعلا اقترب إيهاب جلال لتولي المنصب؟ هو طبعا ملف خد وقت طويل جدا وخد مناقشات كتيره جدا. الحاجه لما بتطول طبعا بتفتح المجال للشائعات، تفتح المجال للتدريبات، تفتح المجال للقيل والقال، وده يتكلم وده يدلب لايده وده يتكلم، بما يؤثر في النهايه على القرار. في انقسامات حصلت جوه اللجنه الخماسيه، في انقسامات حصلت جوه اللجنه الخماسيه، لان كان في التيارات عايزه اشخاص معينين، ده عايز مدرب وده عايز مدرب وده عايز مدرب. لكن في النهايه زي ما بتقول فعلا الاخبار دي يعني قريبه الى الصواب، قريبه الى الصواب. كابتن إيهاب جلال يعني بنسبه كبيره جدا، ما لم يحدث جديدا يعني. احنا في النهايه انت بنتكلم عن المؤشرات يعني، مؤشرات، بنتكلم عن مؤشرات وليس قرارات نهائيه اكيد، لان وارد ان يحصل في اي تغيير. لكن الاقرب الان كابتن إيهاب جلال. اما الجهاز فبرضه دي فيها اجتهادات،
الجهاز اللي حضرتك قلته دلوقتي او اللي طرحه بعض الزملاء الصحفيين، وقد يكون بعضها سليم وبعضها غير سليم. لكن الاخر كلام يمكن بالنسبه لإيهاب جلال اللي هو يعني حتى الان لم يتحدث معه احد بشكل فاصل او بشكل نهائي، وان هو عندما ياتي سياتي بجهازه. يعني هو الراجل ما اتكلمش في جهاز اصلا لغايه دلوقتي بشان الموضوع الا ان يصدر القرار. يعني ما هو قال انا مش هتكلم في جهاز غير لما يطلع قرار، يعني وان كان متمسك بجهازه اللي بيشتغل مع المصري ممكن يبقى كان في بعض القرار الاضافات. القرار لما هيطلع هيطلع بالتشكيل بالكامل، يعني ممكن خلال التفاوضات هو يستقر معاهم. لو قالوا له انت خلاص انت معانا مدير فني فاتفضل اختار الجهاز، بعد كده طلعوا القرار بالظبط. يعني وارد ده يحصل مثلا ربما خلال 3 أو 4 أيام على الأكثر، يعني يعني طبيعي جدا. وده المفروض اللي يحصل لأن المنتخب داخل على مرحلة مهمة جدا، ولو بد المدرب يجي وياخد فرصته ويشوف ويقيمه ويبدأ يشتغل ويبقى يجهز خططه ويجهز لعيبته ويبقى يتابع مع بداية الدوري، خصوصا إن المسابقات المختلفة هتبتدي بقى خلاص. المفروض يعني المدرب يتابع بقى اللاعبين. فإيهاب جلال مدرب شاب، مدرب ليه بعض التجارب الجيدة، بعض التجارب المميزة، عامل السنة دي من السنة اللي فاتت عامل تجربة مميزة جدا مع النادي المصري. يمكن لما تولى المصري كان المصري في حالة انهيار، كان بعيد جدا فعلا، وكان ربما كان يكون مهددا بالهبوط مثلا يعني، او يعني على الاقل يصارع من اجل البقاء او ينجو بصعوبه. فجاء إيهاب جلال وعمل منه فرقه محترمه جدا، بما يدل على ان هذا الرجل ليه بصمه، وكان ليه بصمته مع المقاصه، وكان ليه تجربته مع نادي الزمالك. يمكن التجربه دي ما نقدرش نحكم عليها بدرجه كبيره، انا ما خدتش الفرصه كامله ما لحقش يعني. لكن التجربتين اللي اتيح ليهم العمل في اجواء مستقره وفترات طويله كانت المقاصه قدر يعمل بهم نتائج كويسه سواء في الكونفدراليه او في الدوري، وهكذا وكذا المصري من الفرق اللي قدر يرجع لها شخصيه ثانيه بشكل افضل ويلعب. فالراجل عنده فكره، عنده رؤيه، عنده طريقه. اعتقد ان احنا نمنح الفرصه لمدرب شاب، فده مهم جدا. بس ما حدش يكلمنا على السيره الذاتيه، وما مسكش منتخبات خالص قبل كده، كل عمله في 3-4 أندية. لكن احنا هو مدرب طموح، عنده طموحات كبيره جدا، عنده احلام كبيره جدا كمدرب، ان تتاح فرصه ليه بهذا الشكل. فدي فرصه كبيره جدا، اي مدرب في مصر وكلها بينتظر مثل طبعاً هذه طبعاً الفرصه. كان مرشح لها اسماء كبيره جدا، يعني انا مش عايز احط الكابتن حسن شحاته بتاريخه وقيمته في مقارنه مع كابتن حسن شحاته، قيمه كبيره جدا وقيمه عظيمه جدا، وادى دوره الكبير بدقه وبنجاح ساحق وغير مسبوق في فتره معينه، الفتره اللي خدنا فيها افريقيا 2006 و8 و10. الحقيقه كانت اعظم فترات منتخبنا في مصر عبر التاريخ. ما فعله كابتن حسن شحاته مع المنتخب المصري لم يفعله اي مدرب مصري قبل كده، ولم يحقق ولم نعش هذه البهجه الكرويه في حياتنا على الاطلاق الا مع كابتن حسن شحاته يعني. فكون ان هو يعني لا يسند اليه موقف، هذا ليس تقليلا منه. اعتقد الكابتن حسن شحاته لابد ان يكون له دور اكبر من انه يكون ممرن او كوتش للمنتخب حاليا، ممكن يكون في لجنه للتخطيط بشكل عام للكره المصريه، في اللجنه الفنيه، في الاداره الفنيه لكره القدم في مصر. فده مهم جدا انك تستفيد من خبرات حاجه زي كده. كمان كان كابتن حسام البدري دخل في بعض الوقت بصوره قويه بالزبط. لكن طبعا بعض الخلافات ادت الى استبعاده يعني. هو من المدربين المميزين اللي برضه ليهم بصمه ولهم شخصيه، وقدر يحصل على بطولات محليه وبطولات قارية. كون ان حصل بعض الخلافات فده ما يقللش منه. اتمنى ان شاء الله لو بالفعل اتحاد الكوره توصل اتفاق نهائي مع إيهاب جلال، وهو اقرب بنسبه كبيره جدا لتولي المهمه خلال المرحله المقبله، ان دي تكون تجربه جديده لشاب مصري جديد، شاب ليه بصمه، شاب ليه انجازات عملها على ارض الواقع، شاب كمدرب يعني. شاب كمدرب يعني مدرب في مرحله الشباب يعني يعني لسه جعان بطولات. ايه اللي ممكن يكون يا استاذ اسيم، ايه اللي ممكن يكون رجح كفه الكابتن إيهاب جلال من وجهه نظرك؟ ده في حاله طبعا الاعلام بشكل رسمي على توليه المسؤوليه. لا يعني ما بقول لك، يمكن حصل خلاف طبعا داخل اللجنه حول الاسماء اللي انا قلتها لحضرتك. هل الموضوع متعلق بخلافات مع اسماء اخرى، ولا باقتناع تام بفنيات وقدرات الكابتن إيهاب جلال؟ بص، الثلاثه عندهم قدرات وعندهم فنيات. حلو. عشان ما يعني والثلاثه كانوا محطوطين تقريبا في ميزان واحد بالنسبه لما نتكلم كابتن حسن شحاته. مش مجال التقييم، مش احنا اللي نقيم كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته اكبر من يقيم من في استوديوهات تحليليه. كابتن حسام البدري برضه ليه انجازاته وليه بصماته الفنيه. إيهاب جلال يعني ياتي اقل منهم في السيره الذاتيه او الانجازات، لانه دول حققوا بطولات ولهم تاريخ ولهم اسم بحكم السن وبحكم الاماكن الكبيره اللي مسكوها سواء المنتخب او النادي الاهلي مع الكابتن حسام او غيره. كابتن إيهاب فكان مهم جدا ان هو في المرحله دي ان كل دور واضح ومؤثر، لان عايزين وجوه شابه، وجوه ليها احلام، وجوه ليها طموحات، وجوه ما عندهاش يعني برضه ليها قبول في الشارع بدرجه كبيره جدا. هو الاهم ان احنا يوم الخميس الجاي ان شاء الله يا استاذ اسيم نكون بنتكلم عن الموضوع بشكل رسمي بقى، ان في مدير فني جه
ونناقش بقى. يعني انا بالنسبه كبيره جدا اتوقع ان ده ممكن يحصل على الخميس الجاي ان شاء الله. يعني لو متوقع قبل الخميس كمان بدرجه بشكل كبير ان يكون تم حسم الملف ده يعني. باذن الله باذن الله. لازم بقى نتكلم طبعا عن النادي الاهلي وده الاهم خلال الفتره الحاليه واقباله على مباراه غايه في الاهميه امام فريق كانو سبورت. كيف ترى هذه المباراه يا استاذ وسيم؟ بص انا زي ما احنا متفقين ان كل المباريات صعبه خصوصا أكيد. في المباريات الافريقيه تتكلم مع بطل للسنغال. السنغال من الدول اللي فيها كره قدم محترمه كره قدم مميزه وده بنشوفه على اللعيبه اللي بتطلع من السنغال لان كل اللي بيطلعوا في الغالب بيطلعوا من الدوريات السنغاليه او قطاعات الناشئين السنغال. ففريق يعني برضو يستحق الاحترام يستحق التقدير واي فريق بيلعب كره يستحق انك تحترمه قبل ان توجه حتى تستطيع ان تنتصر عليه. المباراه تبدو يعني صعبه وتبدو مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي مع جهاز فني جديد الكل يترقبها الكل يترقب المدير الفني الجديد ماذا فعل كيف سيلعب كيف سيؤدي. فمن هنا تاتي اهميه هذه المباراه على انك لابد ان تحقق فيها نتيجه ايجابيه تساعدك على حسم الامر في القاهره. الاهلي البطوله اللي عدت وضع من دور 16 او دور 8 ربع النهائي ان شاء الله الاهلي يتخطى هذه العقبه. و لا سوري احنا قلنا السنغال لا ده غينيا الاستوائيه كان احنا هنعرف حضرتك السنغال ده لا في غينيا الاستوائيه ايوه غينيا الاستوائيه ان شاء الله يعني الزمالك هو اللي هيلعب في السنغال. ايوه الزمالك هيلعب في السنغال. نتمنى كل التوفيق لكل الانديه المصريه طبعا اللي بتشارك في البطولات الافريقيه اكيد. فرقه قويه بتاع السنغال لا شك اللي هيواجه نادي الزمالك. فكانوا سبورت اللي هيواجه الاهلي بطل غينيا الاستوائيه من الفرق يعني الطموحه او الجديده اللي موجوده في القاره بوصفه بطل البلد اللي موجود فيها. اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحسن المباراه هناك ويحقق نتيجه طيبه يعني المباراه لن تكون صعبه لكن الصعوبه هو مرحله السفر للاهلي عانى كثيرا في مرحله السفر شقه جدا يعني تقريبا من 12 ل 14 ساعه كانت عمليه شقه جدا بالنسبه لهم لكن ان شاء الله من امبارح والنهارده اعتقد ان حصلت عمليه استشفاء جيده لبعض اللاعبين بحيث ان شاء الله يكونوا بكره يؤدوا مران خفيف ويوم السبت يكونوا جاهزين ان شاء الله للمباراه. ما هو المنتظر من الجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراه يا استاذ اوسي؟ لا اعتقد ان دوافع الاثنين هتبقى عاليه جدا يعني غير طبعا احنا منتظر منهم ان هم يقدموا مباراه عاليه يقدموا صوره كويسه المدير الفني يعبر عن نفسه الى حد ما بعد اكيد اشتغل معاهم الفتره اللي عدت كم يوم اللي عدوا منذ ان تولى المهمه ليه بصمته ليه فكره طريقه لعبه وطريقه شكله كل ده مهم جدا ده اللي احنا منتظرين ان احنا نشوفه. اللعيبه اكيد هتقدم نفسها قبل ما تقدم نفسها للمدير الفني هتقدم نفسها لجمهورها بشكل جديد طبعًا. بشكل مختلف بصوره طبعًا. قويه احنا بنامل ان الاثنين يعبروا عن نفسهم ويقدموا نفسهم للجمهور الاهلي بشكل قوي واعتقد المباراه مهمه جدا للطرفين سواء الجهاز الفني او بالنسبه للعيبه. فالاهلي مش لا يحتمل يعني اي تهاون في البطوله دي بعد احنا الاهلي من 2013 لم يحصد هذا اللقب كان حصد عليه مع كابتن محمد يوسف ووصل للنهائي مرتين خلال الفتره دي ولم يوفق وحصلت تعثرات في بعض البطولات الاخرى. اعتقد بطوله جدا مهمه للنادي الاهلي. الاهلي دعم صفوفه بشكل كبير جدا بعدد كبير جدا من اللاعبين في كل المراكز تقريبا يعني يمكن ما زال بحثه جاريا حتى عن مهاجم لان الاهلي ما زال في حاجه الى تدعيم في خطوط الهجوميه بيبحث حتى هذه اللحظه عن مهاجم. بص الاهلي يعني اذا وجد هذا المهاجم اعتقد ان ممكن يعني ينضم في ده على عهده استاذ محمد لا يعني لكن في كل الاحوال يعني المعلومات اللي عندنا ان النادي الاهلي متمسك باللاعبين الموجودين عنده دلوقتي في القائمه ولو هيكون في تفكير هيكون في شهر يناير المسؤولين هم الادرى بالجزئيه دي ممكن دلوقتي نلاقي في شهر يناير دي حاجات متعلقه بالمسؤوليه خلاص يعني ما الاهلي ابقى على المهاجمين اللي عنده خلاص مفيش يعني وسيله للتغيير لكن اذا وجد الاهلي ضالته مستقبلا فده مش هيكون قبل يناير يعني او ربما في الصيف لان الاهلي عشان فتره بس لسه مفتوحه لغايه يوم 16 ممكن بعد يستنتج يعني. من كلام حضرتك ان في دلوقتي فمهم جدا اللعيبه دي تقدم نفسها بشكل جيد وشكل قوي وشكل منظم ويمكن في بعض اللعيبه عرضت على النادي الاهلي والنادي الاهلي شايف ان هي مش على المستوى المامول يعني في النهايه لما اجيب صفقه لابد ان تكون على مستوى النادي الاهلي أكيد. لكن الحمد لله ان الاهلي دلوقتي عنده كل خطوطه لو بسيط من حراسه المرمى بقت مميزه جدا خط الدفاع يعني اللي كان فيه بعض الثغرات فتم ترميمه بشكل كبير أكيد. جدا أكيد. خط الوسط المدافع اصبح يعني بقى فيه بدل اللاعب ثلاثه
4. المنطقه الهجوميه الوسط الهجومي اعتقد بيصير بشكل منظم وفي اكتر من لاعب يعني مميز. نكمل كلامنا بعد ما نروح لهذا الفاصل السريع ونرجع نكمل مع الاستاذ محمد اوسي. اهلا بحضراتكم من جديد استاذ اوسي. قدامنا 3-4 دقائق بالتحديد على الختام. عايز استغل الدقائق دي في الحديث عن اهميه نبذ التعصب ما بين الجماهير المصريه في مرحله مهمه جدا جدا لمصر وللرياضه المصريه بالتحديد، عايزين الامور كلها تعود بالشكل الطبيعي للملاعب المصريه كلها. طبعا دي نقطه مهمه جدا ومبدا مهم جدا، يا ريت كلنا نرفع هذا الشعار لا للتعصب، نعم للروح الرياضيه. مهم جدا ان يكون عندنا روح رياضيه بيننا وبين بعضينا، مهم جدا ان يكون في قبول للاخر. يا سيدي حب ناديك زي ما انت عايز، حب فريقك زي ما انت عايز، شجعه زي ما انت عايز، لكن في النهايه لا تهن الاخر، لا ما تهنش الاخر، ما تحقرش منه، ما تقللش من سانه، احترمه. يبقى في نوع من الادب ونوع من الاحترام، حتى لو كان يمكن نظام التحفيل اللي طلع على السوشيال ميديا ده موجود دلوقتي وانت بتبتهج بفرقتك وسعيد بيها وبتهلل انك خدت بطوله او ما خدتش بطوله او حققت نصر ايا كان هذا النصر، يعني عليك يعني احتفل بفريقك مالكش دعوه بالاخر يعني. ولو كان حتى لو كان في نوع من الشعب المصري بيميل للكوميديا والنكته والروح الدم وخف الدم، تكون في اطار الادب والاحترام وفي اطار اللياقه بعيدا عن الخروج عن النص وبناء عن الكلمات الخارجيه اللي فيها قله ادب او قله ذوق او حاجات يعني تاخدش الذوق وتاخدش الراي العام. المقصود بالجزئيه دي والاساس فيها اللي هو النادي الاهلي ونادي الزمالك. النادي الاهلي ونادي الزمالك دول تاريخ طويل جدا طبعاً. تاريخ كبير جدا، عمودين هما العمودان الاقوى في الكره المصريه او في الرياضه المصريه بشكل عام، ولو بد ان يكون بينهم نوع من التقارب، نوع من التعارف، نوع من الود دايما بين الجمهور وبين الناديين. الاهلي والزمالك زمان او على الاقل تقدير عدم التطرف، عدم التطرف ما هو ده المطلوب. يعني الاهلي والزمالك يعني زمان من عبر التاريخ في الايام ايام الاحترام والقيادات المحترمه اللي كانت بتقود، ما كانش حد يطالع لحد وما حدش يجيب سيره حد، انا كلي في نفسي، انا خليني في النادي بتاعي، ماليش دعوه بالاخر، انا يعني ماشي في طريقي وبهتم بفريقي وبدعمه وبحتفل بانتصاراته، ماليش دعوه بالاخر خالص. يعني لاول مره يعني يحصل نوع من التطولات ونوع من الكلمات الخارجه اللي الجمهور بدا يصير فيها وبدا سكتها وبدانا نشوف نماذج يعني غير لائقه بتظهر على السطح يعني للاسف الشديد. فمهم جدا ان يكون في هذه الروح الرياضيه، يكون في روح التسامح، يكون في روح الادب، يكون في اخلاقيات بين الناس. يا جماعه ما ينفعش ان احنا كشعب مصري يعني نتنازل عن كل اخلاقياتنا، نتنازل عن كل قيمنا. احنا بلد ليها حضاره كبيره جدا، شعب ليها حضاره كبيره جدا، طبعا ده موضوع كبير جدا وممكن نتكلم فيه كتير جدا، لكن دعوه للروح الرياضيه، دعوه للادب، دعوه لاحترام الاخر بعيدا عن اي خروجات عن النص او اي تجاوز في حق الاخرين. هنعيد ونزيد يا جماعه، الكلام مش بيهدف نادي بعينه او لاعب بعينه اخطا، لا، الكلام لكل الانديه المصريه ولكل المسؤولين عن الرياضه المصريه بالتحديد لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم. بخلاف ما حدث في مباراه نهائي كاس مصر، اي لاعب في اي نادي في الموجودين غلط عاقبه، اي جمهور لاي نادي من الموجودين غلط عاقبه. هي رساله لعوده الرياضه المصريه بالشكل الطبيعي، مش اكتر من كده، لان البعض بياخد الامور يا استاذ اوسي انها ايه، ان انت بتحاول تعاقب او تغلص العقوبات على بعض اللاعبين او بعض المصريين. لا، الهدف هو للرياضه المصريه ومصلحتها. يا استاذ اوسي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودايما بستمتع بهذه الفقره كل خميس من خلال تواجد حضرتك معانا. ربنا يخليك يا امير واشكرك وبالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز طبعا النهارده الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام. بكره اجازه البرنامج يوم السبت عشان مباراه الاهلي مش هنكون موجودين معاكم، اول حلقه لينا هتكون يوم الاحد ان شاء الله، نكون بنبارك فيها للنادي الاهلي بالفوز على كانو سبورت في هذه المباراة الهامة، وبعد كده نخش على التحديات الموجودة بالنسبة للفريق. كل التوفيق للنادي الأهلي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، واستنونا حلقة جديدة بإذن الله. إلى اللقاء.